59 سنة ديال العشرة ومشيت اليوم لا حول الله. ما اللي عزف نفسي هو أنا جات برجليها يعني حسيت بشي حاجة ودخلناها وفحصها الطبيب وخل سولته خليل القلب ما عنده حتى حاجة ما كاين حتى مشكل ولكن شكينا شي حاجة في الصدر ديالها غادي نديرو لها سكانير غادي نطلعوها دابا للبيت نطلعوها في داك الكرسي الرولونت ومن الكرسي هزوها باش ويسكت لها القلب عملوا المجهودات ديالهم الله يجازيهم بخير غير اليوم مع جوية ديك الحداش ديال النهار وفي اش غادي نقول لك يعني عملوا المجهود ديالهم حتى كيعاودوا ينعشوها خمسة د المرات القلب كيسكت في الاخر خليك اودي راه هذا فوق المستطاع ديالنا الله يرحمها كان عندها السكري وكان شويه الضغط ومسكينه قاسات من بعض الامراض بحال سائر الناس ولكن الله بغاها الله اداها عانات معايا وتعذبات مسكينة ولكن الحمد لله في الأخير ديال الأيام ديالها كانت مرتاحة لأن يعني شفت وليداتها كلهم بخير وعلى خير كلهم بناتها ولادها وانا اليوم راه غير عيانة أجي وطلعوا عليها ونشوفوها وحدة اللي كنا عليها سخفات هذيك طاحت وحدة كانت في القاهرة والأخرى في بريكسل وجايين مع خوهم جايبهم باش يشوفوا باقي ما وصلوش غادي يوصلوا مصيبة وكاين واحد في النرويج وبعيد قلت لك انا ما نحضرش يمكن غدا ولا بعدو نوصل ويا غادي ان شاء الله غادي ندفنوها في طنجة لان طنجة كانت مدينة عزيزة عليها وكلشي وعندها الدار ديالها تماك واش غادي نقول لك إن لله وإنا إليه راجعون. قالت لي ولدي ما يجيوش تنشوف شنو كاين ما نعذبوهمش يتمو جايين الساعة دابا ضروري يجيو ويحضروا كانت كتشجعني وتقول لي الله إذا أحب عبدا ابتلاه وأنت تبلاتي بهذا المرض إذا خصك تصبر وكل شيء وأنا فرحان لأن مسكينة ما تعذبتش بزاف الحمد لله على كل حال وأنا مع المرض ديالي راني غادي حتى أمر الله بالفرج.